هي وقاطرة النمو السياحة الشاطئية في مصر، والأمل أن نرى أعداد السائحين القادمين في شرم الشيخ وفي غير شرم الشيخ من المقاصد السياحية المصرية أن تتضاعف وتتضاعف، لتظل السياحة المصرية ركيزة من ركائز اقتصادنا. والله الموفق، أشكركم على حضوركم ونحن على أتم الاستعداد للإجابة على بعض الأسئلة، خاصة الأسئلة التي يريد الإعلام توجيهها إلى السيد وزير البيئة، لأنه يبدو أنه عنده ارتباط وعاوز يمشي بدري، مش كده يا فندم؟ قال لنا النهارده إجازة رسمية، وبعدين حددنا الميعاد الساعة 12، وبعدين اتضح أنه أنا شخصيا كان عندي اجتماع مع السيد رئيس الوزراء الساعة 11، وطبعا الاجتماع بيطول، ثم السيد وزير البيئة كان اجتماعه الساعة 1 واجتماعه طار، يعني سلسلة يعني سوء حظ. أنا ما أعتقدش أنه في أي مشكلة. أما بالنسبة للتمويل، فالتمويل بتاع جائزات موجود وجاهز، وسنبدأ مباشرة في تنفيذ المراحل الأولى من هذا البروتوكول. العالم كله، وبالتالي هذا يلزم علينا ان نهتم بالسياحه البيئيه، سواء كان على شواطئ البحر الاحمر او في الصحاري وفي زمننا الصحراء الغربيه، وبالتحديد في الواحات المختلفه في الصحراء الغربيه. الاتجاه العالمي واهتمام السائح بالاشتراطات الزمنيه واختياره وانحيازه الواضح للفنادق التي تحترم هذه الاشتراطات، ولذلك قررنا ان نخطو خطوه في شرم الشيخ ونحول ونتيح التمويل ل40 فندق في شرم الشيخ لكي يصبحوا فنادق خضراء. يعني ايه فنادق خضراء؟ يعني فنادق تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء، الشمس، الهواء، الريح، ترشد استخدام المياه، تأخذ كل الاحتياطيات في الصرف الصحي والصرف الزراعي، وتقلل قدر الإمكان من الانبعاث الكربوني في نتيجة لتقديم هذه الخدمات أو الخدمات الفنية. ولذلك حصلنا على تمويل من مؤسسة ألمانية لجهازات لتمويل 40 فندق في خطة وضعت بإتقان تنفذ على 10 سنوات، والأمل محمود أن تكون هذه الخطوة الأولى، ستأتيها خطوات عديدة لتحويل عدد كبير من الفنادق. معالي وزير السياحة السيد منير كحة عبد النور، من سيادتك ذكرت أن لا سياحة بدون الحفاظ على الممارسات الربيعية، وأيضا بدون الحفاظ على الدور. شرم الشيخ، شرم الشيخ هي دولة السياحة المصرية. شرم الشيخ هي تنعم ببيئة بديعة وطبيعة خلابة وأعماق بحار فريدة في العالم، تعتبر من أغنى الأعماق في العالم. يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نضع الشروط والاحتياطات المناسبة لكي نحافظ على هذه البيئة، بأن نرشد عمليات الغوص وعمليات الصيد، بأن نحافظ على المحميات الطبيعية في رأس محمد.